وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل الاقتصادي عبد الواحد العوبلي. مرحبا أستاذ عبد الواحد. أهلا وسهلا، مساءكم سعيد جميعا. 17 مليار دولار تقول السعودية أنها قدمتها لليمن، ما حقيقة ذلك برأيك؟ ربما هذا السؤال سبق وتوجهنا به إلى السفير السعودي محمد الجابر خطاب رسمي عبر حملة سميت حملة وين الفلوس، التي تساءل فيها الشعب اليمني عن مصير أموال المساعدات التي يدعي المانحون السعودية والإمارات وغيرها من المانحين أنهم قدموها لليمن. وكان هناك حملة لمطالبة سواء المنظمات أو الجهات المانحة عن مصير الأموال التي يدعون أنها قدموها لليمن، ولكن هذه المطالبات كلها بالإفصاح ونشر التقارير المالية والشفافية في الأنشطة ونتائجها كلها قوبلت بالتجاهل. هذا من ناحية، وناحية أخرى لو حاولنا أن نجد أثر هذه المساعدات على أرض الواقع باستخدام بعض المؤشرات الاقتصادية. يعني أنتم تكلمتوا في التقرير في حوالي 17 مليار دولار، ربما تكون أكثر أو أقل وبحسب ما أجتهد الشباب في الإعداد تتبع المبالغ التي يدعي السعوديين أنهم دفعوها اليمن. فلو كانت هذه المبالغ وصلت لليمن بالفعل، كان على الأقل الريال اليمني لن ينهار الانهيار الحاصل حاليا. لما كانت مثلا حصلت مشكلة في السيولة الأجنبية طالما وكل سنة تدفق هذه الكمية من المليارات إلى اليمن، خصوصا أنها مليارات قادمة من مساعدات، يعني ليست مثلا من عمليات نفط و نعم. أستاذ عبد الواحد اسمح لي هناك حملة قوبلت بالتجاهل كما ذكرت، لكن السؤال الآن أين ذهبت هذه الأموال؟ يعني هذا الرقم الكبير ذكرت أنت في حديثك أنه لا يوجد على أرض الواقع، خصوصا وأن هناك انهيار اقتصادي، أين ذهبت هذه الأموال إذن؟ الواضح أنه الأموال ذهبت جزء منها، أنا في تحليلي الشخصي أنها ذهبت لدعم ميليشيا الحوثي والميليشيا الانقلابية في الجنوب، وكان المحلل في هذه العملية هي المنظمات المتحدة. يعني إحنا لو حسبناها تقريبا نص الأموال بتذهب لصالح المنظمات الدولية والنص لصالح الميليشيات عبر المنظمات، لأنه في الأخير اللي استفاد واللي استلم الأموال واللي ضخمت أرصدة الجيوب هي الميليشيا في الشمال والجنوب، وبالتالي هم أكثر المستفيدين. من الناحية الأخرى أنت ذكرتم أنه في حوالي 3 مليار دولار تم دعم البنك المركزي. أول شيء هذه ليست دعم، هذه عبارة عن وديعة. وديعة عبارة عن قرض تدفع الفائدة، اليمن مطالبة في المستقبل بأن تسددها، وبالتالي هذا لا يندرج حتى تحت إطار الدعم، رغم أنهم بالمناسبة السعوديين هم كانوا يتحكمون طريقة وآلية الصحة. لم تستطع أن توقف تدهور الريال، ولكن ربما خففت بعض الشيء بتوفير السيولة اللازمة لاستيراد المشتقات النفطية التي كان يستوردها تجار أستاذ عبد الواحد اسمح لي عذرا عن المقاطعة، لكن هناك تساؤل مهم. أنت ذكرت أنه جزء من هذه الأموال يذهب إلى المنظمات الدولية التي تعمل في اليمن من ضمنها الأمم المتحدة، هل يعني هذا أن 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 هذا جزء من 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 شراء مواقف تلك المنظمات؟ يعني بسبب سكوتها الآن عما يجري في اليمن، هل لأنها دفعت لها جزء أو دفع لها جزء من هذه الأموال؟
قد يكون هناك شق سياسي للموضوع لا أستطيع أن أفهمه شخصيا، ولكن الأمور تتجه أو أيد النظرية اللي أنت تتكلم عنها. نعم أستاذ، جميعها رفضا قاطعا الإفصاح عن هذه، على الرغم من هذه المنظمات نفسها تفصح بشكل كامل وتنشر تقاريرها المالية والفنية المدققة عن كل مشاريعها التي تقوم بها في أي دولة من دول العالم، لكن عندما جاءت إلى اليمن كان الكتمان والسرية هو مصير هذه المبالغ. وبالتالي سيناريو أو فرضية أن هذه المنظمات تم شراء ولائها من قبل سواء السعودية أو بقية المانحين، يعني برضو عندما أتكلم عن بقية المانحين أتكلم كذلك عن مصنعي أسلحة استفادوا بشكل مباشر من الحرب في اليمن بأن تم شراء أسلحتهم وذخائرهم، وكان هناك أموال تدفق لهم نتيجة هذه الحرب. وبالتالي هذا سيناريو قريب جدا وممكن. طيب المساعدات أساسا البعض يقول أنها لا تمر عبر الحكومة الشرعية، من يتحكم في توجيهها وإدارتها؟ أين دور الحكومة الشرعية في ذلك؟ الحكومة الشرعية بكل تأكيد إما أن تكون، يعني ما فيش خيار ثالث، لكن هي إما أن تكون مقصرة أو أن تكون متواطئة أصلا مع السعودية ودول التحالف لتمرير مخططهم داخل اليمن، لأنه لحد الآن نحن لم نجد أي موقف واضح يحمي الاقتصاد اليمني من الحكومة اليمنية، ولا على الأقل كان على الحكومة أن تصر في أي مؤتمر من مؤتمر المانحين طوال الخمس سنوات الماضية تورد مبالغ هذه المساعدات إلى البنك المركزي اليمني يتم المصارفة عبره، وبالتالي الإنفاق على المشاريع وعلى المساعدات من الريال اليمني، ويتم شراء المواد الأغذية الخاصة بالمساعدات من السوق المحلي، وبالتالي بتشتري من المحلي والتاجر المحلي وعنده موظفين وبيحصل حركة نقل بيحصل انتعاش اقتصادي في البلد، لكن ما حصل انه الشراء يتم خارج اليمن من حساب المنظمة خارج اليمن إلى حساب المنظمة خارج اليمن، وما يصل إلى اليمن هو بعض المساعدات العينية التي أحيانا بتكون منتهية وأحيانا غير صالحة للاستخدام. نعم، هذا من ناحية اقتصادية. من ناحية سياسية هناك من يقول أن المساعدات التي قدمت ما هي إلا من أجل شراء يعني بعض المواقف سواء من المشايخ أو من ينتمي للحكومة الشرعية، كيف ترد؟ هل تتفق مع من يقول ذلك؟ لا أستطيع أن أجزم بهذه المعلومة، خصوصا عندما طلبنا معلومات تفصيلية سواء من المنظمات المنفذة للمشاريع الإنسانية أو من المانحين تم الرد على هذه الطلبات بالتجاهل، وبالتالي كل السيناريوهات التي تتكلم هي سيناريوهات واردة. نعم، وممكنة جدا، خصوصا أنه لم يكن هناك ردا واضحا، خصوصا أنه لم يكن هناك ردا واضحا. أي تكتم أي سرية يخبي وراءه ما يخبي. نعم نعم. الأستاذ عبد الواحد العوبلي المحلل الاقتصادي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.